أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم ونبدأ النشرة بأهم العناوين. وزير السياحة يكشف أمام مجلس الشورى عن مرتكزات الاستراتيجية العمانية للسياحة. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي تواصل اجتماعاتها بمدينة صلالة وسط تفاؤل للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة الليبيين. تسريبات في مياه الصرف الصحي في عدد من قرى ولاية الرستاق. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إيسوف رئيس جمهورية النيجر بمناسبة عادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. أعرب جلالته من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بوافر الصحة والهناء، آملا له التوفيق والنجاح في قيادة شعب النيجر الصديق للمزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات الصداقة بين البلدين مزيدا من التطور والنمى. كشف معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أمام مجلس الشورى عن عدم وجود مفاوضات خليجية استثمارية في جزيرة مصيرة، كما أن الوزارة لم تعلن عن مشروع واحة عمان في ولاية شناص. وأوضح وزير السياحة أنه تم سحب 22 قطعة أرض سياحية في محافظة ظفار من مستثمرين لعدم جديتهم، مضيفا أن إيرادات الخريف المنصرم وصلت إلى 180 مليون ريال عماني. باسمي واسمكم جميعا إخواني أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام. لم يبدأ بعد تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة، ومشروع قانون السياحة ما زال في الانتظار. أمام مجلس الشورى وزير السياحة يدلي ببيان الوزارة الذي ذهب فيه الأعضاء إلى الكيفية التي يتم فيها تنفيذ الاستراتيجية قبل اعتماد القانون. تعول حكومة السلطنة على تنمية وتطوير القطاع لتحقيق التنويع الاقتصادي كاستراتيجية تحظى بأولوية قصوى لتقليل الاعتماد على النفط وتفادي عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يسببه تذبذب أسعار النفط عامة والهبوط الحاد الذي نشهده هذه الأيام على وجه الخصوص، ويمثل توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية أولوية أخرى بالنسبة لحكومة السلطنة، وتركز سياسات الدولة على الاستفادة من تنمية وتطوير قطاع السياحة في تحقيق هذه الغاية. إلى خريف محافظة ظفار، حيث إيرادات العام الماضي التي وصلت إلى 180 مليون ريال عماني، تم الكشف عن سحب 22 أرضاً تابعة لوزارة السياحة لعدم جدية المستثمرين، فيما أوضحت الوزارة أن إنشاء دورات المياه ليس من اختصاصها. شدني من 70 إلى 90% فشل هذه الاستراتيجية، أرجو الإعلام أن يسجل هذا الرقم. معاليكم دعني أنتقل بك إلى يعني قبلة السياحة في عمان وأحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة وهي محافظة ظفار، ولكن عندما يأتي السائح وينظر إلى البنية التحتية وإلى المرافق السياحية يصاب بالصدمة. تساؤلات وردت حول مشروع واحة عمان في ولاية شناص الذي لم تعلن عنه وزارة السياحة أساسا، فيما ذهب الحوار إلى إمكانية تحويل الأراضي المتملحة في محافظة شمال الباطنة إلى أراضي سياحية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، كما ذهب الحديث حول الزحام في المنفذ الحدودي الوجاجة الذي علق فيه عدد من الزوار الأجانب لفترات طويلة، كما تم مناقشة الإغلاق المتكرر لكهف الهوتة الذي تبين أنه بسبب فيضان الكهف من المياه وأنه سيفتتح قريبا. إلى جزيرة مصيرة، حيث أكد وزير السياحة أنه لم يتم الدخول في مفاوضات حول استثمارات خليجية، مشيرا إلى أنه تم وضع دراسة للاستثمار وأن الوزارة لم تستلم المواقع بعد.
لم يتطرق البيان الوزاري ماذا حدث للمشاريع التي تم تنفيذها، هل هي ما زالت ناجحة، هل هي ما زالت متعثرة؟ كذلك المشاريع اللي تحت التنفيذ، البيان الوزاري لم يتطرق إلى الجدول الزمني، هل هي مع الجدول الزمني، هل هي مع التكلفة التي رسلت لها؟ وبالنظر حقيقة للأرقام فإن القطاع السياحي يعني يعتبر نوعا ما فيه شيئا من الضعف، وحقيقة الرؤية الوطنية من سنة 95 كانت تركز على تنويع مصادر الدخل، ولكن القطاع السياحي حقيقة لم يعني يؤتي أثره الواضح على المجتمع. هناك تداخل في الاختصاصات هو الأمر الذي يوضحه أعضاء مجلس الشورى، فيما يؤكد وزير السياحة أن لغة الأرقام تسير بشكل جيد على الرغم من تضارب الإحصائيات الصادرة من وزارة السياحة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. من المؤمل أن يساهم القطاع السياحي في الناتج القومي للبلاد بنسبة أكبر خلال المرحلة المقبلة، فهل ستكسب الاستراتيجية العمانية للسياحة الرهان بتخطيها نسبة 2% في الوقت الذي بدأت فيه الخطة الخمسية التاسعة؟ من مجلس الشورى فارس بجمعة الوهيبي، مسقط. تتواصل في مدينة صلالة اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي. الاجتماعات التي جاءت بدعم من السلطنة برعاية الأمم المتحدة، وأبدى المشاركون تفاؤلهم للتوصل إلى حل للمسائل المختلفة عليها في الدستور. مع دخولها أسبوعها الثاني، لا تزال جلسات الحوار الليبي مستمرة حول صياغة الدستور الليبي الجديد، في الوقت الذي يعود فيه مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى صلالة محملا بالأمال في تحقيق تقدم في نتائج الحوار نحو صياغة مواد الدستور الذي يحدد مستقبل الحياة في ليبيا. كانت عدة قضايا كان المختلف عليها، كقضية العاصمة وقضية كيفية بناء الشكل ونظام الحكم خاصة في الغرفتين في السلطة التشريعية، وأيضا فيما يخص بقضايا المكونات. ولكن الحمد لله أعتقد أننا الآن قطعنا شوط كبير من ناحية التوافق، ونتمنى أن يكتمل هذا التوافق إن شاء الله. وبحسب المراقبين القريبين من جلسات الحوار المتواصلة صباحا ومساء، فإن المتحاورين قطعوا شوطا كبيرا نحو التوافق الوطني على إقرار الدستور الجديد المشتمل على كل ما يحفظ حقوق الليبيين بكافة مكوناتهم، وعربوا عن الأمل في تحقيق نتائج مشجعة على إقرار مشروع الدستور الجديد. طبعا الأجواء مختلفة عما كان في السابق، أجواء أعتقد أنها إيجابية وأجواء جيدة، وكذلك الحوار مختلف عما كان يحدث في 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 بيضة أو في تونس. أعتقد هناك جدية للوصول إلى شيء سنتفق حوله ونتمنى ذلك، ولكن النتائج ما زالت غير جاهزة وناضجة، وإن شاء الله نصل إلى رؤية نتوافق حولها إن شاء الله. جدير بالذكر أن جلسات الحوار بين أعضاء هيئة صياغة الدستور قد انطلقت رسميا برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السلطنة في منتجع روتانا بمدينة صلالة، وينتظر أن يستمر الحوار وسط هذه الأجواء المفعمة بالتفاؤل، وأن تشهد السلطنة ولادة الدستور الليبي الجديد. تواصل جلسات المشاورات لأعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد وصياغة مشروع الدستور الليبي مؤشر إيجابي قد يفضي في الأيام القادمة إلى الوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف. باسل بن محمد الرواس من محافظة ظفار صلالة. 5 مليارات و300 مليون ريال عماني قيمة عرض النقد في السلطنة حتى نهاية يناير من العام الجاري. ويعزي البنك المركزي العماني هذا الارتفاع إلى زيادة النقد المتداول بين الجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الودائع بالعملة الأجنبية. في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، سجلت السلطنة ارتفاعا في قيمة عرض النقد بنسبة 6%، مسجلة 5 مليارات و300 مليون ريال عماني حتى نهاية يناير من العام الجاري. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني عن بيانات المسح النقدي، يعزي هذا الارتفاع إلى زيادة النقد المتداول بين الجمهور متوازيا مع زيادة في قيمة الودائع المالية.
وبنسبة 10.2% نمت أيضا قيمة شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع الآجل بالريال العماني، بالإضافة إلى شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية وجميع الودائع بالعملة الأجنبية. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت تراجعاً طفيفاً في كل من الودائع والاقتراض في نهاية يناير من العام الجاري، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني بنسبة 1%، بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض بنسبة 1.4%، وذلك في نهاية يناير 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري. في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني بنسبة 1%، بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقتراض بنسبة 1.4%، وذلك في يناير 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أكثر من 39 مليون ريال عماني إجمالي تكلفة مشروع البنية الأساسية في منطقة سماء الصناعية بمحافظة الداخلية. المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه عام 2017 أنجز منه 15%. منطقة صناعية أخرى تضاف إلى عدد المناطق الصناعية بالسلطنة. إنها منطقة سمائل الصناعية التي تقوم على مساحة 753 هكتارا مربع بتكلفة تتجاوز 39 مليون ريال عماني، تشمل قيمة تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة. الموقع الجغرافي للمنطقة سيساهم لتمييز المنطقة التي تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مسقط والشرقية في رفع القيمة المضافة، الأمر الذي سيجعلها تتبوأ مكانا استراتيجيا في دفع قطاع الصناعة وعملية التنمية بالبلاد. وقد تضمنت التكلفة الإجمالية للمشروع في تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة، والتي شملت أعمال طرق بطول بلغ أكثر من 56 كيلومتر، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة مياه بطول 58 كيلومتر. كما شملت التكلفة توفير خدمة اتصالات متطورة لتسهيل عملية التواصل بين المستثمرين، حيث شمل تنفيذ شبكة خطوط ألياف بصرية بطول بلغ 41.22 كيلومتر توزعت على مرحلتين. المنطقة التي من المؤمل جاهزيتها في الربع الأول من عام 2017 تسعى إلى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات من داخل وخارج السلطنة، وستركز في تقديم خدماتها وفقا لمتطلبات المستثمرين، وستذهب لأبعد من توقعات المستثمر نفسه وكذلك الموردين ومن له علاقة بالمنطقة. يوسف بن سعيد، الرواحي. مؤتمر عمان الثاني للإعلام والعلاقات العامة تحت عنوان الإشاعة والإعلام يناقش ظاهرة تنامي الإشاعة وكيفية مواجهتها من خلال 18 ورقة في مختلف جوانبها القانونية والاقتصادية والإعلامية والتقنية. المؤتمر يستعرض على مدى يومين تجارب عملية لترويج الإشاعات والرد عليها من قبل المؤسسات المعنية. رعى المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية والإعلامية للإشاعة وتأثيرها في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى العقوبات المنصوصة لمروجيها، أبرز ما ناقشته جلسات مؤتمر عمان الثاني للإعلام والعلاقات العامة. الخطاب الإعلامي يعكس المستوى الحضاري والثقافي للمجتمع، ونحن في السلطنة بفضل الفكر السامي لمولانا عزه الله يتميز الخطاب الإعلامي بالاتزان والاعتدال. طبعا موضوع المؤتمر هو موضوع الإشاعة والإعلام. الإشاعة طبعا هناك موانع أخلاقية وقانونية تمنع الإشاعة. الإشاعات اليوم تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات والتقنيات لنشر هكذا إشاعة، وعندما يتعلق الأمر بالجانب الرقمي بغض النظر عن التقنية المستخدمة، كانت هاتف نقال أم جهاز حاسب آلي أم جهاز لوحي،
ففي كثير من الأحيان بطبيعة الحال يخلف مروجوا هكذا إشاعات أدلة ضمن أجهزتهم تمكن مؤسسات إنفاذ القانون وجهات العدالة في التعرف عليهم، وعليه يعمل المختبر الوطني للأدلة الرقمية على تحليل هكذا أدلة بحيث يتم تزويد مؤسسات إنفاذ القانون بما يثبت أو ينفي يعني ارتكاب هكذا أشخاص لمثل هكذا شائعات. المؤتمر يشهد مشاركة 18 خبيراً وأكاديمياً يستعرضون عدة تجارب عملية لمواجهة الإشاعات وسبل الحد من خطورتها، بالإضافة إلى التطرق للأبعاد القانونية والأمنية والاقتصادية والتقنية للإشاعة ودور الجهات الحكومية والأهلية في مواجهتها والجهود المبذولة من قبل المؤسسات المعنية. فيما يتعلق بالإشاعة طبعاً القانون نظم هذه المسألة من خلال قانون الجزاء العماني ومن خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأيضا من خلال قانون تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى أيضا ممكن رفع دعوى مدنية من خلال قانون المعاملات المدنية للحصول على تعويض. في القطاع الاقتصادي أكثر تأثرا على اعتبار أنه يعني شركات تتأثر بشكل كبير من هذه الشائعات نتيجة أنها غالب الأعم تكون منظمة وممنهجة. في سوق الأوراق المالية أيضا هذه العملية تتم بشكل ممنهج، ومن ثم يعني يتكبد الكثير من المستثمرين والشركات خسائر كبيرة نتيجة هذه الممارسات الغير مسؤولة والتي غالبا ما تكون ممنهجة. المؤتمر يأتي في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعطي للإشاعة مجالا خصبا مع تبادل المعلومات والبيانات بصورة خاطئة ومسيئة للفرد والمجتمع، تثير الكثير من المغالطات والممارسات غير الإيجابية التي تتطلب الحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها. أقر مجلس محافظي البنك المركزي خلال اجتماعه الأول لهذا العام عدة قرارات، أهمها الموافقة على الطلب المقدم من بنك مسقط بفتح مكتب تمثيل في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما قرر المجلس عدم السماح بتأسيس شركات صرافة جديدة في الوقت الراهن والتوقف عن منح تراخيص جديدة للسنتين القادمتين. ووافق المجلس على طلب شركات التمويل والإيجار بالسلطنة للسماح لها بقبول الودائع من شركات وفق الشروط والضوابط. مؤشرات قطاع التأمينات الاجتماعية في السلطنة تشهد تفاعلا نشطا من قبل الأفراد العاملين في المنشآت الخاصة أو العاملين لحسابهم الخاص. الإحصاءات حتى نهاية فبراير الماضي سجلت ما يزيد عن 210 آلاف شخص مؤمن عليهم، تتركز أعمارهم بين 26 و30 عاما. وجهت الهيئة العامة لسوق المال كافة شركات وسماسرة التأمين للعمل بضوابط تسويق منتجات التأمين المرتبطة بالاستثمار في السلطنة، والتي تضمنت الحد الأدنى من معايير تسويق المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار والمتطلبات اللازمة لعمليات تشغيل وإدارة الأعمال المرتبطة بهذا النوع من المنتجات ومتطلبات الإفصاح وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة. ويأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بتنظيم تسويق منتجات التأمين المرتبطة بالاستثمار من منطلق الخطط الرامية إلى وضع معايير وأسس سليمة لتطوير هذه العملية وتعزيز لمبدأ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق حملة الوثائق وتوعيتهم حيال قراراتهم التأمينية والاستثمارية واتخاذها عن علم ودراية. سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي أفضل مستوى إغلاق للعام الحالي، وقفز فوق مستوى 5500 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر 2015، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أكثر من 16 مليار ريال عماني، مسجلة مكاسب ب255 مليون و200 ألف ريال عماني،
كما شهد السوق أيضا تحسنا في حجم التداول الذي بلغ 26 مليون و100 ألف ريال عماني مقابل 18 مليون و700 ألف ريال في الأسبوع الذي سبقه، مسجلا صعودا بنحو 39%. وارتفع أيضا عدد الصفقات المنفذة من 4128 صفقة إلى 5435 صفقة. العلاقات الطيبة بين السلطنة ودولة قطر بحثها معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع خلال استقبال سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر الشقيق المعتمد لدى السلطنة. كما تم خلال الاجتماع بحث بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. المنتجات الزراعية العمانية تساهم في رفض الاقتصاد العماني وتتواجد في الأسواق المحلية والعالمية. صعب ننسى الغالي. صح والله، لكن الغالي قيمته فيه. صورته وحطيته على تطبيق أوليكس وبعته الإعلان مجاني وما دفعت أي عمولة وقبضت من المشتري نقده. أنت بعد تقدر تبيع مع أوليكس، البيع والشراء والأسهل. عدد من قرى ولاية رستاق يشهد تسربات مياه الصرف الصحي والتي باتت تلوث مياه الأفلاج والمزارع عوضا عن الانبعاثات والروائح التي تنتشر في أجواء القرى. الأهالي يتطلعون إلى إيجاد حل سريع لمعالجة هذه التسربات والتي تغطي أجزاء واسعة من الولاية. هذه المياه المتدفقة في قرية الغشب بولاية الرستاق تبدو للوهلة الأولى أنها مياه الأودية، إلا أن الواقع غير ذلك. إنها شبكة الصرف الصحي التي تؤرق الأهالي، تلوث وروائح في كل مكان، ومياه المجاري اخترقت الأزقة والطرقات. كما تعلم لأنه أوساخ ما حد يعرف، إنسان غريب كذلك ما يعرف عنه، ربما كان يخبش أو يغسل يديه يتشل، وهذا ما يصافي وهو لا مشترش مع البوالية. وليس ببعيد عن قرية الغشب، فهذه البحيرة في قرية توبل من مياه المجار الناجمة عن تسربات الشبكة ملأت المكان وامتدت لتلوث الفلج والمزروعات. ما يرضى انك ذاك خجز توبل وخجز الطيخة والغشب، حرام كذاك، والفلج تو مرة زادوه سبب كل حاجة من خي السنة. هذه النخيل تقف عاجزة عن رد قدر هذه المجاري التي وجدت طريقها من هذه النقطة من الصرف، وبات المشهد والصورة أبلغ من التعبير. كلمنا الشركة اللي هي شركة حياة، كلمنا شركة حياة عن الموضوع، فقال نحن نبي نعالج الموضوع. متى يعالج الموضوع؟ هل 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 المعالجة هذه بتتم بيوم ليلة؟ أكيد لا، أكيد لا. البلدية خاطبنا البلدية، قالوا احنا البلدية ما مسؤولين، خلاص سلموا الشركة. وصل الموضوع إلى أربع مستويات، حتى الحين مثل ما أنتم شايفين كلنا نعاني، كل واحد يعاني الحين. تم نقاش الموضوع في مجلس البلدة، وتم رفع الموضوع إلى الوزير المختص، ومن ثم جاءنا الرد يعني من قبل مدير عام البلديات الإقليمية على أن شركة حياة سوف تستلم هذا المشروع. البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة أسندت الشبكة لشركة حياة للمياه. حاولنا التواصل إلا أن الرد أتى بعدم التخويل الحديث، فلا مكتب يمثل الشركة في ولاية الرستاق يمكننا الوصول إليه، ولا تحرك سريع لعلاج هذا الخلل الذي مر عليه أكثر من شهر وبات يتعاظم ويؤثر على كافة أرجاء الولاية. في الوقت الذي يتطلع فيه سكان ولاية الرستاق لاستكمال شبكة الصرف الصحي في كافة أرجاء الولاية، بات الهاجس الأول هو إصلاح وصيانة هذا الخلل. فهل من انفراجة قريبة لحل هذه المشكلة؟ عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. ولمعرفة المزيد حول أسباب تسرب مياه الصرف الصحي في عدد من قرى ولايات رستاق، معنا عبر الهاتف مباشرة سعود بن ناصر الشيذاني
سعود، يعني سؤال يطرح نفسه، لماذا لم تتجاوب الشركة مع الأهالي حتى الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول بداية أحب أشكر تلفزيون سلطنة عمان على إتاحة الفرصة لشركة حياة للصرف الصحي على الدلو بدلو بخصوص الموضوع المذكور هو تسرب مياه الصرف الصحي من الشبكة. أنا حاليا من موقع ولاية الرستاق، وأحب أطمن الأهالي أن موقعين من المواقع أو ثلاث مواقع اللي تم ذكرها في التقرير، نعم، تم التوقيف كل التصريف اللي كان يطلع من الشبكة، وحاليا الشركة شغالة على يعني الحلول المبدئية تم اتخاذها، وحاليا ما في أي تسرب ظاهر في السطح، وفي حلول دائمة شغالة فيها الشركة، وخلال يومين سيتم الانتهاء منها، وإن شاء الله ما سوف لن تعود المشكلة الأساسية. يعني متى تم وقف التصريف؟ اليوم؟ اليوم نعم. طيب ما هو الخلل؟ هل اكتشفتم الخلل؟ هل هو في أقطار الأنابيب؟ هل تستدعي التغيير؟ لأن العملية أصبحت متكررة. صحيح، أي الخلل اللي موجود خلال الفترة الماضية الأمطار كانت مستمرة في معظم ولايات السلطنة، وكما تعلمون أن الشبكة هذه تغذيها شبكة كهرباء موجودة في لوح توزيع كهرباء، فبسبب تسرب بعض مياه الأمطار للوح التحكم بعضها تم يعني احترقت بشكل كامل، مما أدى إلى توقف عمل محطات الضخ التي تجمع المياه الصرف الصحي من بين المنازل وضخها للمحطة الرئيسية، وحاليا تم معالجة الموضوع ولا يوجد أي تصريف. يعني هل المعالجة مؤقتة أم ستكون دائمة؟ لأن أيضا مياه الصرف الصحي أثرت على الأفلاج وأثرت على المزارع، فما هي الحلول؟ الحلول حاليا في الحلول المبدئية اللي تم اتخاذها وتوقف كل مياه الصرف الطافحة فوق سطح الأرض. الحلول الدائمة سيتم استبدال معظم المضخات اللي موجودة، مضخات مناسبة لرفع هذه الكميات الإضافية اللي موجودة في الشبكة، وأيضا استبدال اللوح التحكم اللي موجودة. نعم نعم. إن شاء الله بسبب وجود الشبكة في مسارات أودية، فخلال نزول الأمطار كميات كبيرة من مياه الأمطار تدخل في الغرف الرفع، مما يسبب عمل ضغط كبير على المضخات اللي موجودة. نعم. وبالتالي يحدث إلى تلف. هل تم تحديد وقت معين لتركيب هذه المضخات الجديدة؟ هل هناك خطة لذلك؟ إن شاء الله خلال يومين بالكثير شركة حياة للصرف الصحي حاليا الطاقم موجود في الموقع، الحلول المبدئية تم اتخاذها وتم توقيف كل التصريف اللي موجود، ونحن نتأسف أن وصل الموضوع لهذه نعم نعم المرحلة. الحلول الدائمة إن شاء الله خلال يومين سيتم اتخاذها، هذه المضخات موجودة في السوق وبإمكان الشركة أنها تستعان، حتى موجودة حاليا الخبرات اللي موجودة في شركة حياة مسقط تعنابها، وإن شاء الله الأمور. سعود، أليس من السهولة إيجاد مكتب يمثل الشركة في الولاية للوقوف على أوضاع مثل التي حدثت اليوم؟ في عندنا مشرف موجود في جنوب الباطنة، وهو مشرف على الرستاق، ولاية الرستاق والولايات اللي موجودة في جنوب الباطنة، وهو يشرف على الشركات القائمة على التشغيل والصيانة اللي موجودة. في الوضع الحالي حاليا في مكتب في نفس المحطة موجود، المشرف يكون موجود في عدة بعض الأيام في المحطة الرئيسية، موجود مكتب لحياة المحطة الرئيسية اللي في ولاية الرستاق. نعم. سعود بن ناصر الشيداني، مدير الصيانة والتشغيل بشركة حياة للمياه، شكرا على هذا الإيضاح.
بلغت قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر فبراير الماضي بمحافظة ظفار بلغت 14,760,900 ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة 261,364 ريالا عمانيا، وذلك من خلال 2,123 تصرفا شمل تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات والقسمة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة 1,421 سند ملكية على مستوى ولايات المحافظة، منها 35 سند ملكية صدرت لأبناء دول مجلس التعاون. القطاع الزراعي أحد القطاعات المهمة في السلطنة التي تساهم بفاعلية في رفض الاقتصاد العماني والتقليل من الاعتماد على الصادرات النفطية. المنتجات الزراعية استطاعت بجودتها العالية وبتعدد أصنافها أن تشكل تواجدا جيدا في الأسواق الخارجية الهامة إلى جانب الأسواق المحلية. منتجات زراعية عدة بأشكال وأصناف متنوعة تجود بها أرضنا الطيبة حيثما كان الحرث والزرع على كل شبر منها. حقيقة المحمية هذا أنا أزرع فيها حوالي 70,000 شتلة، فمن خلال خبرتي خلال السنوات الماضية أريد أن أرفع من الإنتاج في هذه المحمية. الآن في المتر المربع تقريبا من 7 كيلو إلى 10 كيلو يوصل الإنتاج، أي بمعدل 70,000 شتلة يعني تقريبا 225 طن. أريد أن أرفع الإنتاج من 225 طن إلى 350 طن. تحقيق الجودة بأعلى معاييرها في هذه المنتجات أساس قام عليه الاستثمار في القطاع الزراعي، وقد تحقق ذلك. أفضل زراعة الطماطم المتسلق في المظلات الحديثة، لأن هذه زراعة حديثة، وزراعة الحديثة الإنسان لازم الإنسان يجدد عمره ويمشي عمره من الأفضل إلى الأفضل، وما يجلس في منطق واحد وهي الزراعة الحقلية، لأن الزراعة الحقلية مستقبلها ضعيف جدا. قيمة الإنتاج الزراعي في السلطنة بلغت في إحصائيات عام 2014 للميلاد إلى نحو 336 مليون ريال عماني بمعدل نمو تصاعدي وصل إلى 4%. طبعا هذا المنتج يخضع لفحص في المختبر في مختبرات عمان، وأيضا إذا كان السوق خارج السلطنة سواء اليابان يتم فحصه، طبعا ذو جودة عالية خالي من المتبقيات بالنسبة للمنتج هذا، ونحن دائما نبحث ما هو جديد وما هو مفيد سواء كان المبيدات سواء كان البذور سواء كان الأسمدة. القطاع الزراعي في السلطنة يعد من أهم القطاعات الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير في الصادرات العمانية غير النفطية، فضلا عن مساهمته الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي. إذن بذلك يتأكد الحال أن الجودة أصبحت جسرا تصل من خلاله منتجاتنا الزراعية إلى الأسواق العالمية الهامة. من ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. حفاظا على الموروث العماني الأصيل وتشجيعا لملاك الهجن والخيول العربية الأصيلة، أقيمت فعاليات مهرجان الصافن بولاية عبري. المهرجان صاحبه عرض لبعض الفنون العمانية المغناة وإلقاء القصائد الوطنية. رعى فعاليات المهرجان سمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد. على مدى 3 أيام متواصلة كان ميدان الصافن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة على موعد مع المهرجان التراثي لمزاينة الهجن وركض العرضة والتميز وأشواط الإثارة. السبب الأساسي أن القائمين على هذه الفعاليات محتاجين يدخلوا في الجانب اللي هو التسويقي. التسويقي بطريقة أن تفهم هذه الشركات، إذا كانت الشركة تلعب دور في أنها تعزز اللي هو جانب المواطنة أو دعم الفعاليات اللي فيها مشاركة على الصعيد الوطني، يفترض أن كذلك تقدم بهذه الطريقة، أنك عدد كبير من المواطنين وهذا يحافظ على الموروث. بالعكس، دعم الشركات للمواطنين يمكن المواطنين كذلك من الاستمرار، المحافظة على هذا الموروث وهذا التراث، وكذلك توظيف الأشخاص الآخرين فيه. تعتبر هذه المزاينة نقطة تواصل بين أبناء السلطنة وملاك الهجن في هذا التجمع التراثي
الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على الموروث وأيضا نشر هذه الرياضة وتنشيط حركة تجارة الإبل. المهرجان كان فرصة سانحة لأصحاب الهجن من مختلف محافظات السلطنة للمشاركة في فعاليات المهرجان التي تنوعت بين مزينة الفطامين والحجاج جبكار والجعدان والحيران بالإضافة إلى المشاركات الأخرى. دائما يعني يحصل فيه بيع وشراء وإحنا ننتظره كأصحاب الإبل وأصحاب البوش، ننتظره سنويا من هذا المهرجان، ودائما يكون فيه متواجدين والحمد لله رب العالمين، الجميع استفاد من هذا المهرجان. والله إذا الفعاليات ممتازة، فيه شفنا ناس، فيه مجموعة من الناس حضروهم من جميع السلطنة في المزاين، في الركض الطويل، في العرضة. لم يقتصر المهرجان على ركض العرضة أو المزاينة، بل جسدت الفنون العمانية المغناة أرض المهرجان والذي حظي بمشاركة واسعة. تساهم هذه المهرجانات والفعاليات التي تقام بين الفينة والأخرى في الحفاظ على الموروثات العمانية الأصيلة التي تزخر بها ولايات السلطنة. محمد بن سعيد العلوي، ولاية عبري، محافظة الظاهرة. في ختام النشرة تذكير بأهم عناوينها. وزير السياحة يكشف أمام مجلس الشورى عن مرتكزات الاستراتيجية العمانية للسياحة. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي تواصل اجتماعاتها بمدينة صلالة وسط تفاؤل للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة الليبيين. تسريبات في مياه الصرف الصحي في عدد من قرى ولاية الرستاق. وفي ختام نشرتنا نشكركم على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. مباشرة لآخر صور الجو، انتشار واسع واضح هنا للسحب في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، شمالها وشمال شرقها وأيضا مناطق وسط شبه الجزيرة، وتمتد هذه السحب بشكل أيضا ملحوظ هنا نحو شرق شبه الجزيرة العربية بما في ذلك أجواء شمال السلطنة التي تشهد تدفق مستمر للسحب. معظم السحب المتدفقة هي سحب عالية الارتفاع على أجواء السلطنة، في حين تبقى الأجواء مستقرة في باقي أرجاء البلاد، مع أيضا فرص لتدفق بعض السحب العالية أحيانا إلى جنوب البلاد. ومن المحتمل أن تستمر هذه السحب بالتدفق خلال هذه الليلة وحتى أيضا النهار الغد بحول الله تعالى. إلى تفاصيل الأجواء في محافظات السلطنة، مسقط أجواءها مستقرة مع فرص أيضا لبعض السحب العالية أحيانا، ودرجات الحرارة عند مطلع العشرينات الصغرى دون العشرين في جنوب الباطنة الجبلية وعلى المناطق الساحلية 20 درجة. تبقى الأجواء هنا مستقرة في شمال الباطنة مع فرص لتواجد بعض السحب العالية أحيانا ودرجة حرارة 20 درجة مئوية، وكذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة مسندم والصغرى بين مطلع ومنتصف العشرينات، 20 درجة مئوية صغرى الليلة في البريمي ضمن أجواء مستقرة، ودون العشرين في أرجاء محافظة الظاهرة، 10 درجات في قمم الجبال في محافظة الداخلية و19 درجة في المناطق المجاورة لجبال الحجر، دون العشرين درجة مئوية في أرجاء شمال الشرقية ضمن أجواء مستقرة، وعند مطلع العشرينات على سواحل محافظة جنوب الشرقية مع أجواء خالية من السحب. تتواجد بعض السحب على سواحل محافظة الوسطى ودرجة الحرارة 19 درجة، وفي المناطق الصحراوية 15 درجة مئوية. تنتشر بعض السحب متفرقة في أرجاء محافظة ظفار، ودرجات الحرارة شمال المحافظة تصل إلى 19 درجة وحول منتصف العشرينات على المناطق الساحلية. بحر هذه الموجة الليلة على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد. في حين يبقى البحر أيضا هذه الموج على سواحل محافظة مسندم، يصل أقصى ارتفاع الموج متر وربع المتر، والرياح شرقية خفيفة السرعة. على بحر عمان البحر هذه الموج كذلك مع رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، نلتقيكم مجددا في 10 مساء. شكرا لكم وإلى اللقاء.